مشاهدي المشاهدات رجاء مرحبا بكم في عدد اليوم لأشتاغ نيوز. زيارة أردوغان تثير غضب شعبي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاء نهار الحد اللي فات في زيارة للجزائر تلبية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون. هذه الزيارة سببت اشتعال غضب شعبي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. السبب أمن الرئاسة التركية دار تفتيش إحدى القاعات اللي خصصت لاجتماع منتدى رجال أعمال البلدين بكلاب حراسة. الجزائريون ترجموا هذا الإجراء لأردوغان على أنه إهانة عن قصد للجزائر. أما آخرون لقاوا اللوم على السلطات الجزائرية اللي خلات وسمحت الوفد التركي للقيام بهذا التصرف اللي وصفاته أنه تعالي وتكبر من أردوغان. حمزة علوي علق على صورة لكلب حراسة أردوغان يقول روحي الجزائر بهدلوا بك. عوان الأمن التركية لأردوغان يفتشون القاعة بكلاب قبل وصوله. من جهته حمانة خليل لما يشاطروش الرأي يقول أنه هذا شيء عادي لكل رؤساء العالم خاصة المستهدفين منهم. لو يأتي رئيس أمريكا لشاهدت إجراءات غريبة وهذه إجراءات أمنية بروتوكولية يتفق عليها مسبقا. في تويتر هاشتاغ أردوغان الجبان تمت مشاركته بكثرة في الجزائر حتى في الوطن العربي بسبب حادثة كلاب الحراسة. زهرة عبد القادر في تويتر تقول أردوغان يهين الجزائر التي يحل ضيفا عليها بسبب تفتيش قاعة المؤتمرات بواسطة كلاب الحراسة. أما أمنية أحمد تقول وسط استياء كبير من الصحفيين في الجزائر كلاب أردوغان يفتشوا قاعة المؤتمرات لهذه الدرجة أصبح خائف. هاشتاغ أردوغان الجبان. من جهة أخرى الكثير من الجزائريين عبروا عن تخوفهم من زيارة الرئيس في وقت الوضع في ليبيا راهو يتأزم. وانقسمت الآراء حول هذه الزيارة بين تخوف وبين اللي يعتبرها دعم لشرعية الرئيس عبد المجيد تبون. عندما يعتبر الاستهزاء بالناس موهبة تثمن في برنامج تلفزيوني. أحدث آخر عدد من برنامج بث عبر قنوات الشروق سخط كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. الإعلامي استضاف شخص اعتبره موهوب. الموهبة تقليد صوت امرأة والاستهزاء بالناس عبر الهاتف. الحصة أثارت تفاعل سلبي كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. مليكة بن نون في الفيسبوك تعلق أعتقد أن مسؤولي الشروق ملزمون بتهذيب هذه الحصة، فمن غير المعقول استضافة كل من هب ودب ومن غير المعقول أن يجردوا مجتمعنا من الأخلاق. في تويتر لينا سالم تقول الإدارة العامة لقناة الشروق توقف بث البرنامج وتحيل مشرفي ومنشطي البرنامج على المجلس التأديبي بعد استضافتهم لشاب يقلد الأصوات ويجري مكالمات غير لائقة. ألم يحن الوقت بعد لأن تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بعملها؟ طبعا إدارة القناة أحالت مشرفي ومنشطي البرنامج على المجلس التأديبي وأفاد بيان أن القناة ستعيد النظر في أركان البرنامج ومحتواه. عكس المواهب الفذة في تقليد صوت النساء والاستهزاء وفضح الناس، المخترعون الجزائريون غير معترف بهم ولا يعطى لهم أي اعتبار في الحصص التلفزيونية، حتى وين يلحقوا لدرجة أنهم يحرقوا شهاداتهم من شدة اليأس. فيديو لمخترع جزائري شاب واسمه رزاق لبزة محمد وهو يحرق شهاداته واختراعاته لأنه ملقاش مستقبل والدعم في الجزائر، دار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم مع الفيديو. هذه الشهادات هذه مؤسسة دولية لريادة الأعمال يقول لك اللي يتحصل على الشهادة هذه يدخل جنة العمل وإحنا عاطلين على العمل. هذه شهادات، هذه شهادات الغرفة الصناعة التقليدية تعطي شهادات تأهيل غير مستعرف بها، تروح بها لكناك غير مستعرف بها، تروح مانيش عارف الناس اللي يتبيع في الشهادات هذه للمواطنين الزواولة مانيش عارف عليه، والمسؤولين راهم يشوفوا وساكتين مانيش عارف. زيد نروح للبطاقات التقنية، كنتم مع مواضيع عدد اليوم لاشتاغ نيوز. نلقاكم في عدد جديد. سلام.